بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا الطلبة، الزملاء الأفاضل، المدرسين، استكمالا لحلقات أو فيديوهات حل بنك الأسئلة والوسام، المسائل والأسئلة اللي انتوا طلبتوا ان انا اوضحها، فتعالوا كده ناخد بعض مسائل ونكمل في اللي احنا كملنا عليهم، وفي مسائل سألوا فيها الزملاء والطلبة هنقولها. تعالوا معانا في السؤال رقم 60 في الفصل الثاني، بيقول الشكل دقائق يعني جسيم مشحون تدخل مجال مغناطيسي، اكس يعني الداخل العمود على الصفحة للداخل، فإن الدقيقة لا تحمل شحنة موجبة تكون A ولا B ولا C، كل الدقائق منطلقة بنفس السرعة في نفس هذا الاتجاه، طب أنا أعرف مين اللي تحمل شحنة موجبة؟ المجال المغناطيسي يؤثر على التيار الكهربي بقوة، والقوة حسب قاعدة فيلمينج لليد الايه اليسرى، فالدقيقة الموجبة بتتحرك في الاتجاه ده لأن اتجاه الدقيقة الموجبة هو اتجاه التيار، فلو طبقنا قاعدة فيلمينج لليد اليسرى هنشوف ده هو اتجاه التيار والمجال عمودي، يبقى القوة هتكون جهة اليسار، يبقى الشحنة الموجبة هي هتكون بي لأن تحرك جهة اليسار. 61، الشكل السابق الدقيقة المشحونة بشحنة سالبة، لو طبقنا هنلاقي التيار يبقى كان ماشي العكس لأن السالبة ماشية كده، يبقى اتجاه التيار اللي بنطبق عليه قاعدة فيلمينج هيكون في هذا الاتجاه فتتحرك جهة اليمين. واحد بيقول لي بتمشي خط منحني ليه؟ انت خدت في اولى ثانوي المسار الدائري، لما كنا بناخد لو جسم او عربية او كرة مربوطة في خيط وبتتحرك في مسار دائري، القوة عمودية على اتجاه السرعة، تقوم القوة المركزية دي تعمل ايه؟ تجعل الكرة أو الجسم اللي بيتحرك في مسار دائري ياخد مسار دائري، اللي بيتحرك اهو اتجاه السرعة اهو، والقوة عمودية على السرعة تجعلها تسير في مسار دائري ولا تغير مقدار السرعة ولكن تغير اتجاه السرعة، سبق دراستها في الحركة الدائرية في أولى ثانوي. تعالوا نشوف سؤال سأل فيه بعض الناس، دي بوصلة ودي تجربة أورستيد، زي ما قلت في كتاب المدرسة مكتوبة أي كلام، يقول لك سلك يمر به تار بجوار إبرة، جوار إبرة إيه؟ ده فيه 6 أو 10 حالات لجوار الإبرة، هنا السلك أسفل الإبرة، لأن هذا السؤال سؤال فيه أحد الأساتذة في مدرسة على الهواء، يقول له الإبرة والسلك فوقها والطالب مش عارف يوصف، فأنا عارف أن الطالب قصده هذه المسألة، السلك ماشي تحت الإبرة، طالما السلك تحت الإبرة آدي السلك وادي الإبرة هي فوقها فوق السلك، التيار ماشي أهو، يبقى اتجاه التيار في السلك اللي هو القلم الأحمر، التيار ماشي كده، يبقى المجال فوق السلك أهو، أعلى السلك ماشي كده، الإبرة هنا، يبقى القطب الشمالي بتاعها اللي فوق السلك هيتأثر بقوة جهة الإيه؟ جهة الشرق كده، لأن السلك أهو، لأن السلك تحت الإبرة، لو كان السلك هو اللي فوق الإبرة يبقى المجال بتاعه لو طبقنا كده قطبها الشمالي أهو هيتحرك جهة الغرب، وطبعا هنوريكم في المرجع أصل المسائل بيقول الإبرة إزاي، يعني مثلا هنا لو بصينا للمرجع، هذا المرجع بيعمل لي الإبرة قطبها الشمالي اللي بالأسود دي تحت السلك زي اللي احنا عملناها كده، والتيار ماشي اهو، يبقى القطب الشمالي يشير كده، طب هنا السلك فوق الإبرة يبقى المجال تحتها ماشي نحو اليسار كده يتحرك بهذا الشكل، طب ده مرجع، نشوف في مرجع آخر اهو، مرجع التاني مثلا اهو، نشوف هنا عمل شكل غريب شوية، التيار ماشي كده ماشي فوق الإبرة يبقى المجال بتاعه أهو ماشي كده نحو الاتجاه ده، يبقى الإبرة تاخد هذا الاتجاه،
لكن هنا السلك تحت الإبرة المغناطيسية، يبقى المجال بتاعه فوق السلك كده في الاتجاه ده، تأخذ هذا الاتجاه. وكثير من المراجع أنا باخد بس مرجعين نشوف فيهم هذا الجزء. يبقى فهمنا هذا السؤال. طيب ناخد سؤال آخر في الفصل الثالث اللي هو الحث الكهرومغناطيسي. طبعا في بعض أسئلة مباشرة جدا وإحنا الطلبة عارفينها وكده وما فيش فيها خلاف يعني، ولكن بعض الأسئلة عاوز أشوفها يعني معاكم. هنا السؤال رقم 23، الفيض المغناطيسي بيتغير بهذا المنحنى EMF، القوة الدافعة تأخذ أنهي شكل؟ طبعا هنا معروف أن الفيض المغناطيسي EMF، لو أنا قلت EMF بتساوي ناقص إن دلتا فاي على دلتا تي، يعني EMF ما بتتناسبش مع الفيض، مع معدل التغير في الفيض. فلما يكون الفيض قيمة عظمى وبيقل اهو، لو الفيض ماشي كده يبقى القوة الدافعة لما يكون تكون صفر. هنا بدأ بالعكس. هنا بدأ ازاي؟ بدأ الفيض هنا بدأ بيزيد، يبقى الرسمة التلات رسومات الأقرب لها ده، لكن أنا قلت الرسم الصحيح مش كده. الرسم الصحيح لأن الفيض إحنا قلنا الفيض وإي إم إف، الإي إم إف تتناسب مع دلتا فاي على دلتا تي، يعني لما يكون الفيض هنا في المرجع ده، نوريهم المرجع، هذا هو المرجع كمبر. هنا المرجع ده بيقول هنا إيه؟ الفيض اهو فلكس انتن اللي هو الفلكس انتنستي اهو، وهنا اي ام اف اندكشن اي ام اف. فلما يكون الفيض قيمه عظمى وقل كده 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 اهو ويزيد تاني، يبقى القوه الدافعه الفيض بيقل القوه الدافعه تزيد، الفيض قيمه عظمى القوه الدافعه صفر اهو، يبقى في فرق في الطور اهو. تعالوا بقى هنا لو احنا جينا المساله قلنا الفيض بتغير كده، يبقى القوة الدافعة بتكون ده الفيض فوق الموجب، يبقى القوة الدافعة كده هتزيد لقيمة عظمى اهو توصل صفر، يكون دي بقت ايه؟ الفيض قيمة عظمى. يبقى لما الفيض يكون قيمة عظمى يبقى اي ام اف بتكون صفر، وهكذا الفيض بيقل هنا ده يزيد اهو، الفيض بيقل القوة الدافعة تزيد لحد الفيض ما يبقى صفر، تكون القوة الدافعة اصبحت قيمة عظمى، وهكذا لحد ما توصل هنا يوصلوا مع بعض وهكذا تزيد. يبقى إذن العلاقة اللي مرسومة مش دقيقة وأنا بنصلحها، بيبقى العلاقة بهذا الشكل اللي هي رقم 23. تمام ناخد واحدة كمان. هذه المسألة في الشكل مجال مغناطيسي عمودي على الحلقة المربعة طول ضلعها 10 سنتي وفي مقاومة 10 أوم وفي بطارية 5 فولت، فالفيض اللي هنا ماله يتناقص يقل بمعدل 150 تسلا كل ثانية، فإن قراءة الأميتر الإجابة الصحيحة 35 من 100 أمبير. في بعض الكتب كانت مكتوبة غلط وعشان كده بنوضحها. طب ليه يا عم هي 35 من 100 أمبير؟ أنا عندي EMF اللي هتتولد نتيجة لتناقص الفيض. EMF هتساوي إيه؟ لو أنا جيت EMF هتساوي هو دلتا B، لأن الفيض في A على دلتا T، كويس؟ دلتا B على دلتا T بيقول لي 150 تسلا كل ثانية في الاريا، هو مربع اهو 10 في 10، يبقى المساحه المربع 100 في 10 اس ناقص 4 على 1، هتطلع اي ام اف 1.5 فولت. هنا الفيض بيتناقص، يبقى علشان الفيض بيتناقص لازم يولد تيار حسب قاعده لينز يزود الفيض، يعني الفيض ينزل كده،
ينزل كده ازاي؟ لو كان التيار ماشي مع عقارب الساعة يبقى الوجه ده هو اس، الوجه هيكون ايه؟ اهو اس جنوبي، يبقى التيار هيمشي كده علشان يولد مجال اكس للداخل يزوده، يبقى هنا حسب لينز هيمشي التيار في هذا الاتجاه. القوة الدفعة 1.5، ودي كام فولت؟ 5. يبقى اذا القوة الدفعة المحصلة هتبقى 5 ناقص 1.5، هيتبقى 3.5. انا مش عاوز القوة الدفعة، عاوز التيار اللحظي. فالتيار اي بيساوي 3.5 على كام؟ اي فرق الجهد 3.5 على المقاومة 10، لما نقسمها يطلع 35/100 أمبير، يبقى الإجابة الصحيحة هي به ببساطة. فيه سؤال مهم رقم 27 كتير سألوا فيه من أبنائنا الطلبة. هنا السؤال مغناطيس قطب S وN، يسقط مغناطيس من أعلى ملف كما بالشكل حتى ينفذ من الملف في الملف ويخرج، فتتولد لحظة الدخول في الطرف العلوي قطب N. طبعا ده داخل يولد هنا N، طبيعي لازم يولد هنا N، ويتولد في قفض الكف V قوة الدفع المستحسة فيه. طب عند مغادرته، تعالوا بقى نشوف الملف اهو، المغناطيس نازل اهو عند مغادرته، يعني هيكون بهذا الشكل وماشي كده. لاحظ ان ده ان زي ما هو ما اتغيرش، وده هو اس، وهو مغادر، يبقى هيولد حسب قاعدة لينز قطب قريب ان، طبعا عشان يجذبه ما يخليش يخرج، ويبقى هنا قطب اس. فهو بقول لك اختار الاجابه، يتولد الطرف العلوي اكيد قطب جنوبي، في هنا جنوبي وجنوبي، طيب بس القوه الدافعه وهو داخل كانت القوه الدافعه فيه، طب وهو خارج يا ترى اكبر ولا اصغر من فيه؟ دي حته مهمه جدا، اكبر ولا اصغر من فيه؟ طبعا وهو نازل من هنا المغناطيس لو داخل الملف وهو جوه هنا ما فيش قوه دفعه، لما يخرج هيتولد قوه دفعه. القوه الدفعه حسب السرعه، يا ترى سرعته هو ساقط هنا زي سرعته هنا؟ لما ترمي طوبه او بليه او كره نحو الارض السرعه بتزيد ولا لا؟ تزيد، يبقى القوه الدفعه تزيد. طب انا عاوز اشوف السؤال ده الجميل ده اجابته ازاي وفين. تعال اشوف المرجع ده كده نشوفه فين. اهو هنا نفس السؤال وباسلوب اخر، وانا حطه في مكان تاني باسلوب تاني. فهنا مغناطيس واحد رماه داخل في الملف اهو، هو هنا اسيلوسكوب اللي هو بيبين اي ام اف اللحظية، لحظة الدخول هيولد قوة دفعة في اتجاه ما اهو، يبقى ده الزمن ده اي ام اف اهي، هيولد قوة دفعة صغيرة بعرض سطر اهو، حلو. بس الفترة الزمنية فترة الدخول من ال بي كبيرة لان ده الطايم، طول ما هو جوه مفيش قوة دفعة، حلو. يجي يخرج السرعة هتزيد، يبقى القوة الدافعة في اتجاه نفس الاتجاه ولا عكسي؟ عكسي، لان احنا قلنا تغير هنا الاتجاه، هتبقى القوة الدافعة كبيرة. شوف الفترة الزمنية قد ايه، سي دي صغيرة، يبقى اذا هيولد وهو خارج قوة دافعة كبيرة. هذا السؤال موجود بطريقة اخرى بالشرح بتاعه، ليه بتولد هنا طرد وهنا عكسي، ودي من ايهما اكبر ولماذا، وهو ماشي جوه مفيش قوة دفعة، واحنا خدنا دي وفهمنا الحتة دي، تمام. ناخد سؤال آخر، احنا وصلنا خدنا السؤال ده وسؤال هنا. في هنا سؤال مهم، طبعا الحلقة دي بتدور في مجال مغناطيسي حسب خطوط الفيض، مين تتولد قوة دفعة؟
طبعا هنا الحلقة مش هتتولد وهنا مش هتولد، مفيش تغير في الفيض، لكن الحلقة هنا عاملة زي الدينامو بتدور بتقطع خطوط الفيض زي الدينامو ملف مستطيل، بس دي حلقة وهي بتدور حول محور موازي طول يولد قوة دفعة. هنا ما يتولدش ليه؟ لأن موازية الحلقة رأسية وخطوط الفيض رأسية، مستواها رأس اهو والخطوط رأسية فلا تتولد. السؤال هذا كتير سألوا فيه لأن في خطأ معين فيه هنا. هو لما تطبق قاعدة فيلم السلك مستقيم يتحرك إلى أعلى أو إلى أسفل عمودي على اتجاه المجال المغناطيسي بين قطبي مغناطيس، أي الأشكال يوضح الاتجاه الصحيح للتيار المتولد؟ التيار اللي تولد يكون داخل ولا خارج حسب حركة السلك؟ لو طبقنا التيار يتولد حسب قاعدة فيلمينج لليد اليمنى لأنه ده سلك، إيد اليمنى أهي هذا المجال والحركة لتحت، يبقى إذن التيار يكون التيار نتيجة لحركة السلك هيكون التيار لفين؟ هنا الإجابة الصحيحة جيم. هتقول لي الإجابة به أيضا لو طبقنا القاعدة، لا هو السهم ده موجود غلط، هو الصح بتاعه كده. يبقى الذي يتولى التيار اي الاشكال التي يوضح اتجاه الصحيح للتيار التأثير المتولد حسب قاعدة فيلمينج اليمنى هتلاقيه الاجابة جيم وب، بس هو السهم ده كان كده. ده الحتة اللي هي عاوزين نعرفها برضو علشان كله يكون واضح بالنسبة له ان هي خطأ. هنا فيه سؤال كمان، هنا سلك اي بي بيتحرك داخل على مجال مغناطيسي. طبعا السؤال ده موجود في المراجع كلها قدامي هنا. السلك هو بيتحرك كده هيبدأ يدخل المثلث المنطقة اللي فيها مجال يتولد فيه قوة دفعة، يا ترى إيه إم إف القوة الدفعة اللي هي إبسون مع المسافة اللي بيتحركها؟ هو ماشي مسافة 5 سنتي، أنهي رسم يبين العلاقة بين إم إف والمسافة اللي بيمشيها؟ طبعا السلك لما يجي يدخل في مجال ده مثلث متساوي الأضلاع أهو، والمجال فيه أول السلك ما يدخل هنا يبقى المجال صفر، لأن إي إم إف بتساوي بي إل في، البي ثابتة والسرعته ثابتة، السلك بيتحرك بسرعة ثابتة، ولكن ال داخل المجال بالزيد أهي أهي بالزيد. طالما ال بتزيد مع المسافه والمسافه طردي، يعني الطول ده هم طردي مع الطول ده، اذا بيبقى وهو داخل هتزيد القوه الدافعه اي ام اف تاخذ الشكل ده لان طرديه، تمشي تزيد لحد ما توصل لقيمه عظمى لما يكون خارج من هنا. ده بالنسبه لهذا السؤال. تعالوا نشوفوا مسألة فكرتها مميزة شوية. في الشكل مغناطيس يتحرك مقتربا من الحلقة من ناحية التانية الحلقة، أنا بنبصص من هنا هو المغناطيس داخل هنا، القطب ده إس، فإن جهد نقطة A اللي هي دي أكبر أقل يساوي من جهد نقطة B، يعني جهد A أكبر ولا أقل؟ طبعا التيار هيتولد فين؟ القوة ده هتولد في الحلقة بس، ملهاش دخل بهنا، ما زي السلك اللي جه قبل كده. الحلقة دي هتولد فيها قوة دفعة، ده قطب اس داخل يولد من الناحية التانية اس، أنا بصيله من هنا هيبان كأنه إيه؟ إن أهو. يبقى التيار من الناحية اللي أنا عندي هيمشي التيار كده كده كده، خارج المصدر، مصدر الكهرباء اللي هو ده. خارج منه هيمشي كده من بي لـ A، يبقى بي أعلى من A، يبقى A أقل من B، يبقى B جهد أقل. وهذه المسألة أصل المسألة وريها لكم في هذا المرجع اللي هو كوليدج فيزيكس سروي. هنا المسألة أهي، بس هنا بشكل كويس المغناطيس S داخل يولد قطب S من الناحية اللي أنا بص فيها دي، ولذلك دايما بقول لك النظر ليه من الناحية اللي ماشي فيها المغناطيس. هنا هيبقى عكسه، هيبقى ماشي كده، يبقى الحلقة التيار هيمشي كده لأن هو من الناحية التانية لما تبصره هيبقى S، الناحية دي هيبقى N أهو، هنا ده N يبقى ده هو S، الوجه ده للحلقة لأن بتعتبر كأنها مغناطيس قصير، هنا S يبقى هنا N، يبقى التيار ماشي كده أهو، يبقى B أعلى جهد من A، A أقل جهد من B، ها
هذا غير السلك المستقيم. السلك المستقيم اللي احنا قلناه اللي جه قبل كده، اوريه لكم السلك المستقيم. مسألة زي المسألة دي بدأ، يعني بدأ من الصفر، AB هذا السلك، AB CD الحركة في نفس اللحظة، يعني الزمن واحد كما هو موضح بالشكل، طولهم L زي بعض، هنا المقاومة R وهنا المقاومة 2R، وعاوز العلاقة بين التيار I1 اللي هنا إلى I2 اللي هنا. طب نجيبها ازاي؟ I بيساوي القوة الدافعة على المقاومة، هنا السرعة V1 وهنا V2، مين الأسرع؟ واحد هيقول لي عرفت منين؟ الـ V2 قطع مسافة X أهي في نفس الزمن، بدأوا مع بعض، لكن ده قطع مسافة 2X، يبقى السرعة هنا ضعف السرعة هنا، والمقاومة هنا نص المقاومة هنا. فلو جبت القوة الدافعة أو التيار I1 هيساوي إيه؟ I1 B واحدة، L واحدة، هنسمي ده 2V، لأن السرعة هنا لو في لو هنا هو في تبقى 2V على المقاومة R. آدي I1، يلا يا عم I2، B هي نفس الطول، السرعة هنسميها في نص دي على 2R، ده 2، اقسم I1 على I2. فلما نقسم I1 على I2، I1 B L في 2V على R في 2R B L V، البي والال والفي راحوا مع بعض والار راحت مع الار، يتبقى هنا 4 على 1. اذا I1 يساوي 4 I2، كلام منطقي، يبقى I1 يساوي 4 I2. ده بالنسبة للمسألة دي. تلاقي عندك ناقص خط كده، يعني اتجاه السرعة V1. هنا المسألة دي كتير سألوا فيها. هنا السلك ده هو طوله 1.41، بيتحرك بسرعة، والزاوية دي مع الأفق 37، ما تفرقش حاجة. ليه ما تفرقش؟ السلك عمودي على المجال. هنفرض الورقة اللي قدامنا دي فيها سلك كده والمجال عمودي اهو، يبقى المجال عمودي على هذا السلك. طب لو فيه سلك كده عمودي عليه، طب لو سلك كده عمودي عليه. اذا الزاوية ما تفرقش، المجال عمودي على السلك ده، وعمودي على السلك ده، وعمودي على السلك ده. ليه؟ لأن عندنا مبدأ رياضي بيقول أي مستقيم عمودي على مستوى فيكون عمودي على جميع الخطوط في هذا المستوى. حلو، ندخل هنا. الموصل ده بيتحرك في مجال كثافة فضه كذا كما هو موضح. التغير في الفضة الذي يخترق المساحة يكون خلال فترة زمنية كذا، التغير في الفيض يعني دلتا فاي، دلتا فاي بيساوي بي في دلتا ايه. يا عم البي كام؟ كثافة الفيض 1.2، اهي 1.2، المساحة، الطول في العرض طوله 1.41. العرض كام؟ المسافة اللي هيمشيها السلك ده، هو السلك هو هيمشي مسافة كده ميلة كده، ده 1.41. المسافة دي السرعة في الزمن، المسافة العرض ده هو الطول ده هو حتى اعتبره السرعة في الزمن، هي السرعة كام؟ يتحرك السلك ده بسرعة 2.5، اهي 2.5 في الزمن كام؟ 1/10. احسبهم هيطلع الجواب لما تضرب دول في بعض يطلع 42/100، فهاش حاجة خالص اهي. يبقى عرفنا دي بتحل معلومة معينة الطالب لازم يعرفها. طيب نيجي المسألة دي، المسألة 60 تشبه المسألة اللي احنا كنا بنتكلم فيها الاول. السلك ده ماشي كده، قضيبين معديان A B ثابت وCD اهو
بينهما مدى المغناطيسي، فإذا ثبت اي بي، ثبت اي بي وتحرك سي دي بسرعة منتظمة، فإن أفضل خط مسكون يعبر عن قاف دال كاف عبر المسافة. قاف دال كاف اللي بتتولد، بتتولد في إيه؟ في السلك، هو بيقطع خطوط الفيض، فالسلك كل ما يمشي هنا يتولد فيه قوة دفعة. القوة الدفعة حسب الطول، البي ثابتة والسرعة ثابتة، لكن الطول عمال يقل بانحناء كده وبعدين يزيد، يبقى القوة الدفعة تبقى الإجابة جيم، وده جه في امتحان الإمارات من سنة 2000. تعالوا نشوفوا مسألة فكرتها مميزة شوية. في الشكل مغناطيس يتحرك مقتربا من الحلقة من الناحية التانية للحلقة، أنا بنبصص من هنا، هو المغناطيس داخل هنا، القطب ده إس، فإن جهد نقطة A اللي هي دي أكبر أقل يساوي من جهد نقطة B، يعني جهد A أكبر ولا أقل؟ طبعا التيار هيتولد فين؟ القوة ده هتولد في الحلقة بس، ملهاش دخل بهنا، ما زي السلك اللي جه قبل كده، الحلقة دي هتولد فيها قوة دفعة، ده قطب اس داخل يولد من الناحية التانية اس، انا بصيره من هنا هيبان كأنه ايه؟ ان اهو، يبقى التيار من الناحية اللي انا عندي هيمشي التيار كده كده كده، خارج المصدر، مصدر الكهرباء اللي هو ده خارج منه هيمشي كده من بي لاي، يبقى بي اعلى من ايه؟ يبقى ايه اقل من بي، يبقى بي جهد اقل. وهذه المسألة، اصل المسألة وريها لكم في هذا المرجع اللي هو كوليدج فيزيكس سروي، هنا المسألة اهي، بس هنا بشكل كويس، المغناطيس اس داخل يولد قطب اس من الناحية اللي انا بص فيها دي، ولذلك دايما بقول لك النظر ليه من الناحية اللي ماشي فيها المغناطيس، هنا هيبقى عكسه، هيبقى ماشي كده، يبقى الحلقه التيار هيمشي كده، لان هو من الناحيه الثانيه لما تبص له هيبقى اس، الناحيه دي هيبقى ان، اهو هنا ده ان، يبقى ده هو اس، الوجه ده للحلقه لان بيعتبر كانها مغناطيس قصير، هنا اس يبقى هنا ان، يبقى التيار ماشي كده اهو، يبقى بي اعلى جهد من ايه؟ ايه اقل جهد من بي؟ هذا غير السلك المستقيم، السلك المستقيم اللي احنا قلناه اللي جه قبل كده، وريه لكم السلك المستقيم، مستقيم لما يتحرك في المجال المغناطيسي ماشي كده، والمجال اكس يبقى التيار ماشي كده، يعني معناها النقطة دي جهد موجب، يبقى التيار يمشي من الخارج المصدر، ده المصدر، يبقى يمشي كده، ودي شرحناها بالتفصيل قبل كده، اهو ده الموجب. والسؤال اللي كان جه عشان في ناس بتتكلم فيه، اللي جه في امتحان الثانويه العامه بالنص اهو، السلك ده اهو اي بي بيتحرك كده، يبقى انا بيقول لي هنا سي وات بوينت اي اور بي از هاي بوتنشن، يعني مين الاعلى جهد؟ نفس السؤال اللي جه في امتحان الثانويه العامه، وكان في اختلاف اللي جه في امتحان السودان، لا دي حاجه تانية، هنا التيار بيتولد داخل السلك نفسه. طيب نيجي ناخد سؤال اخر، الشكل المساله ديت انا ما يهمنيش رقم المساله عشان ممكن نغيرها في اي وقت تاني، طبعات في كتاب تاني ولا حاجه، فلازم ناخد بالنا من هنا. في الشكل ثلاث حلقات في مجال مغناطيسي يتغير يزيد او يقل، يزيد يعني انكريز، يقل يعني ديكريز، هنا انكريز في الحته دي، هنا انكريز، هنا انكريز، هنا ديكريز، وهكذا. مين اقل تيار؟ تعالوا نشوف هنا انكريز وانكريز، انكريز يبقى هيمر لما التيار يزيد يولد قوه دفعه تضعفه، يعني هيمر التيار في اتجاه ما، وهنا زيه لان الاثنين عاوزين يقللهم، يبقى التيار في النص حاله دي زي دي، ودي كذلك، هنا انكريز وهنا ديكريز، بس خد بالك ان ده اكس ولكن دي بوينت، لو هنا التيار يمشي في اتجاه هنا هيمشي في نفس الاتجاه، يبقى التيار يزيد، لكن هنا بقى هي دي الاقل، ليه؟ هنا ديكريز هيمشي التيار في اتجاه، لان لما التيار يقل، لما الفيض يقل يولد تيار في اتجاه يزوده، هنا الفيض يزيد يولد تيار في اتجاه يقلله، يبقى هنا اتجاه التيار في الحلقه عكس الاتجاه هنا بالظبط، يبقى التيارين عكس بعض، يبقى اقل تيار في الحلقه سي، اقل تيار في سي، سي اهي، يبقى اقل تيار هنا. ده بالنسبة لهذا السؤال. طبعا هنا ما فيش مشكلة، هنا الفيض والزمن، الفيض بيقل
يبقى القوة الدفع المتوسطة يحصل لها ايه؟ بتكون قيمة ثابتة في الفترة دي، الفيض بيقل يبقى القوة الدفع موجبة ولها قيمة. هنا الفيض بيزيد القوة الدفع تبقى عكسها، بس لاحظ الزمن هنا 3 ثانية لكن الزمن هنا ثانية واحدة، يبقى قوة الدفع هنا عكس دي بس ايه اكبر، يبقى الشكل الصحيح ده لان القوة الدفع هنا في الثلاث ثواني دول لها قيمة، الثانية دي اكبر وفي الاتجاه المضاد. في مسألة في الوسام مسائل ساعة حائط فيه 4 حاجات يشبهوا دي، هنقولهم دول. ساعة حائط معلقة على حائط من الشرق الغرب، وطبعا من الشرق الغرب علشان تبقى عمودية على المجال المغناطيسي، لأن المجال المغناطيسي الأفقي من الشمال لجنوب. طول عقرب الثواني فيها 14، لو احنا فرضنا ان طول عقرب الثواني ده 14 سنتي وهو بيدور هيولد قوة دفعة. احسب فرق الجهد بين طرفي العقرب اذا كانت مجال الارض الافقي كذا. دي لها طريقتين للحل عشان بعض الطلبة سألوني. EMF هنحلها على اساس انها كويل ملف. ان بواحد دلتا فاي، دلتا فاي بي في ايه على دلتا تي. هنا البي ثابتة اللي بتغير الاريا. المساحة هيقطع عقرب الثواني المساحة دي كلها لما بلف كده في دقيقة، يعني 60 ثانية لعقرب ثواني. المساحة تبقى باي ار تربيع على 60. لاحظ ان الار ديت اللي هي بي باي اي اللي هي 14 سنتي تربيع على 60. دي نوع واحد يقول ان هنحلها على سلك. حل هتلاقي فيه اختلاف بسيط. بي ال في، البي عندي ال اللي هو طول العقرب اللي هو 14 سنتي، الفي الفي سرعة العقرب المحيط المسافة 2 باي ار على 60. بس هنا في مشكلة، لو بصيت للرقم ده الار اهي 2 ار يعني التربيع، والباي هي الباي، والبي هي البي، والستين سي، لكن هنا في 2 زيادة. ليه؟ هنا غلط، لازم نضرب في نص. لماذا نضرب في نص؟ عشان تطلع زي دي؟ لا، على اساس ان ده سن العقرب اللي بيتحرك. العقرب كله ليس سرعه واحده، سرعه الطرف ده اللي انت بتحسبها المسافه، لكن الطرف ده ساكن. هتاخد خد السرعه المتوسطه نص العقرب، او خد السرعه دي زائد دي على 2، عشان كده كتبنا السرعه دي في نص، لان باخد السرعه المتوسطه. قس عليها مسألة المروحة. مروحة السقف 4 ريشات اهي، الريشة طولها 50 سنتي بتدور، هنحلها يا اما بدي يا اما بدي طول الريشة، والمجال المغناطيسي للارض معروف، لان مروحة السقف يبقى المجال الرأسي للارض كذا، اللي هتطلع الرأسي عاوز بين طرفي الريشة والمحور كأنها عقرب ثواني. بس المشكلة الزمن، هتلفها في زمن قد ايه؟ مش 60، هو قال لي 1200 دورة في الدقيقة، يبقى 1200 على 60 عشان نجيب زمن الدورة الواحدة هيطلع 20، ده التردد 20، يبقى الزمن الدوري 1/20، يبقى دي خدت 20 دورة بيعملها في الثانية، لأن 1200 دورة في الدقيقة نقسم على 60 عشان دي عدد دورات في الثانية تطلع 20، ال20 دي نجيب منها الزمن الدوري. بلاش دي، فيه زيها سلك أهو طوله كذا بيدور حول محور ده كده، نفس الكلام بس يديني على الدورات وهكذا. فيه مسائل تانية هنا في مروحة قبل ما نعديها، الضلع ده ماشي كده والريشة دي ماشية كده، يبقى القوة الدفع بين طرفي ريشتين متقابلتين إيكوال زيرو، لأن دي في اتجاه ودي في اتجاه يلغوا بعض. هذا زي مسألة كانت برضو في الاختيار، كانت على الجزء ده إن هو جاب سلك بيدور أهو، فلما يجي يقول لي هنا بيدور كده يبقى القوة الدافعة وبيدور في مجال زي اللي احنا حلنا عقرب زي المروحة، يبقى القوة الدافعة بين هنا وهنا صفر، طبعا مش هتولد فيه قوة دافعة في الحالة دي وما يمر الشحن. ده مسألة حلقة من سلك منتظم
دي موجودة في كتاب المسائل. هنا التيار داخل من هنا حركة، والسلك ده ليه مقاومة طبعا. يمر تيار، احسب كثافة فيض في المركز. هنا التيار هيمشي لحد هنا ولف من هنا تلات ارباع لفة، وهنا ربع لفة. طبعا التيار عكس المقاومة، هنا التيار هيبقى يعني نسبة دال ده 3:1، وهنا المقاومة 3:1، تطلع كثافة الفيض صفر لو حسبتها على طول. أنا عاوز أعرف الطالب حاجة، لأن السنة دي الامتحانات جاية إجابة سريعة. فلو جه الشكل ده مثلا مستطيل، مربع، شكل دايره، مثلث، اي شكل مهما كان، دخل التيار من هنا وخرج من هنا، وده سلك المقاومه، كثافه الفيض في المركز صفر. مربع دخل من هنا خرج من هنا صفر، دايره دخل من هنا خرج من اي حته صفر، كثافه الفيض في المركز صفر. هنا دخل من هنا خرج من هنا، كثافة الفيض في مركز المتوسط المثلث صفر. طب المستطيل اهو، دخل من هنا خرج من هنا، احسبها بطريقتك هتلاقي كثافة الفيض هنا صفر. يبقى عاوزة سرعة، مربع يدخل من اي مكان حتى لو دخل من خرج من هنا برضو صفر، ولو حسبتها هتلاقي النسب ثابتة. هذه عاوزة سرعة بديهة، الطالب حل ده وعرف ان هنا ده عكس ده في التيار وعكسه في المقاومه، يبقى اذا كثافه الفيض هتبقى، لان كثافه الفيض لما نيجي نحسبها هتطلع في اي واحد من دول صفر. خليك سريع والقط الافكار وحلها على طول، وما تقعدش تقول لا نحاول ونشوف، لا كله صفر. مربع دخل التيار من هنا خرج من هنا، يبقى هنا صفر، دخل من هنا خرج، ايا كان دخل من حته خرج من حته، كثافه الفيض في المركز صفر. اعرف على طول هذا ايه الشكل. نكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في حلقات وفيديوهات أخرى لشرح حاجات مستوى أعلى شوي. بس عاوز أقول حكمة من شعر الإمام الشافعي لما حفظ القرآن وهو عنده 9 سنوات، وحفظ لما راح العراق الموطئ للإمام مالك وحفظه في 3 شهور، فسأل وكيع اللي هو كان بيحفظه، فقال البيت الشعر ده: سألت وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وأقول لكم: ندعو الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.